ليلة معكم أنا علي نشوان ونناقش فيها تصويت مجلس النواب بالموافقة على تولي فتح باشاغة رئاسة الحكومة الجديدة. وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة نفسها على تعديل الإعلان الدستوري بأغلبية 126 صوتاً، كما صرح بذلك الناطق باسم المجلس. وفي أول رد فعل دولي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تتابع الأحداث في البلاد وتعتقد أن عبد الحميد دبيبة هو رئيس الحكومة. كل هذه التطورات وغيرها وتأثيرها في المشهد السياسي في البلاد نناقشها معكم في الليلة بعد نشرة مفصلة إليكم أبرز عناوينها مع خديجة بن رحمون. إذن تتابعون في نشرتنا الليلة. الأمم المتحدة تواصل اعترافها بدبيبة رئيسا للحكومة، ومصر أول المرحبين بإجراءات مجلس النواب. حفتر يعلن رسميا تأييد اختيار باشاغة لرئاسة الحكومة، ونحو 50 عضوا من مجلس الدولة يزكونه. والنواب يعدل الإعلان الدستوري ويشكل لجنة من 24 عضوا لتعديل مسودة لجنة الستين. شاركوني في تقديم نشرة الليلة آزم علي. إذن نتابع في نقطة نقاش. تساؤلات عدة تدور حول وضع الدستور وموقف الهيئة التأسيسية عقب تشكيل مجلس النواب للجنة من 24 عضوا لتعديل مسودة لجنة الستين. فما هو رد الهيئة التأسيسية وما المآلات على مشروع الدستور؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية نتابعها مع محمد اليونسي ومازن رجوب. عليكم في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق الكبير يطلق منصة التجارة الإلكترونية. وتتابعونا في الجولة الرياضية. المنتخب الوطني لكرة السلة يستعيد توازنه في البطولة العربية بفوز كبير على منتخب الإمارات مستضيف البطولة. إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة فابقوا معنا. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة ما زالت تعترف بعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة. وفي معرض سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الشخصية التي تعترف بها الأمم المتحدة كرئيس للوزراء في ليبيا، قال دوجاريك إن المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية حول هذا الموضوع. مجلس النواب في ليبيا عين رئيسا جديدا للحكومة، إذن الآن هناك رئيسان، بأي منهما تعترف الأمم المتحدة؟ كما قلت لقد اطلعنا على تقارير تعيين رئيس جديد للحكومة، وهذا جزء من الاستشارات التي تجريها ستيفاني ويليامز في ليبيا. موقفنا ما زال نفسه الذي عبرنا عنه يوم أمس ولم يتغير. ستيفاني على الأرض وتحاول جمع المعلومات والإبقاء على المسار الصحيح. إذن أنتم ما زلتم تعترفون بدبيبة رئيسا للحكومة حتى إجراء الانتخابات؟ نعم، الإجابة القصيرة هي نعم، نحن لا نعترف بقرار مجلس النواب. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن بلاده تثمن دور المؤسسات الليبية واطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق صخيرات. هذا وقد تم الأخذ في الاعتبار على حد قوله أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، ودعت الخارجية المصرية كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانسياق وراء أي دعوات إلى العنف أو القوة
لإفساد الجهود السياسية الحالية. أعلن أحمد المسمري الناطق باسم حفتر تأييدهم لتكليف مجلس النواب فتحي بشاغة رئيسا للحكومة. وقال الناطق باسم ما يعرف بالقيادة العامة في بيان مرئي إنهم يتوقعون من الحكومة العمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من الابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون على حد تعبيره. ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 بتكليف السيد فتحي باشآغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل. هذا وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على تولي فتحي بشاغة رئاسة الحكومة الجديدة. وقبيل التصويت أعلن رئيس مجلس النواب عقيل صالح انسحاب المرشح الثاني لرئاسة الحكومة خالد البيباص. ونفى البيباص في تصريح خاص الأحرار انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة مؤكدا أنه سيقبل بأي نتيجة لو كان التصويت بالاقتراع عبر الصندوق. إجماع واضح، مبروك. بشاغة رئيسا للحكومة، قضي الأمر ورفعت الجلسة. تعلق الجلسة حتى موعدنا آخر تبلغوا فيه. صوت البرلمان وأعلن رئيسهم إجماعهم على طريقته. ماذا يحدث في ليبيا؟ النواب والدولة متوافقان لأول مرة، ويا للغرابة. والتعديل الدستوري محسوم أو هكذا يبدو، وتزكيات حاضرة ونصاب واف، كل ذلك توفر في يوم أو يومين. السادة في عدد كبير طبعا ثلاث الأسماء ومش موقعين وموجودين في القاعة، يجب عليهم التوقيع. لآخرين رأي آخر، والأمر لم يقضى لديهم بعد، غير أن أكثر من 147 نائبا حاضرون في جلسة منقولة على الهواء وصوتوا بالأغلبية مع معارضة طفيفة وفق النائب عيسى العريبي وبالخير الشعاب. منافس بشاغة انسحب وفق عقيلة، لكن المعني نفى ذلك لليبيا الأحرار. لذا طالب نائب كزياد دغيم رئاسة البرلمان بإبراز طلب انسحاب المترشح خالد البيباص وقائمة النواب الموافقين على التعديل الدستوري، متحدثا عن سيناريو أزمة دستورية وسياسية وربما حرب حسب تعبيره. ما جرى في الجلسة وهم وفق تقدير النائب عمار الأبلق، معربا عن رفض لآلية التصويت على تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس الحكومة، قائلا إنهم يريدون التقدم بطعن للدائرة الدستورية حال عودتها للعمل. ناطق البرلمان قال إن بشاغة سيبدأ في مشاورات لتشكيل الحكومة وتجهيز البلاد للانتخابات حسب خارطة الطريق وتوفير الحد المطلوب من الخدمات. المشهد جديد بأكمله وأجزاؤه لافتة فوق العادة، وما كان حديث الأمس صار واقع اليوم، الدبيبة خارج المشهد وداخله أيضا، وخارطة طريق محلية على أنقاض أخرى دولية، وما قبل سبتمبر لا يشبه ما بعده أشخاصا وأحداثا، والوقت سيختبرهم جميعا. قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن تعديل الإعلان الدستوري اليوم تم بعد التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة على نص هذا التعديل، موضحا أن التصويت تم بأغلبية 126 صوتا. هذا وأوضح بليحق في تصريح خاص للأحرار أن البرلمان صوت بالإجماع على تسمية فتحي بشاغة رئيسا للحكومة المقبلة ومنحه الثقة بعد أن نال التزكيات المطلوبة وأكثر من مجلسي النواب والدولة، وعقب أن تعذر حصول منافسه خالد البيباص على التزكيات المطلوبة من المجلس الأعلى للدولة. وأفاد بليحق بأن بشاغة سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة تمهيدا لتجهيز البلاد للانتخابات والالتزام بخارطة الطريق، مضيفا أنه كرئيس للحكومة معني بتشكيل حكومة قوية توفر المطلوب منها في هذه المرحلة. اليوم بعد أن نال السيد فتحي باشآغا الثقة من مجلس النواب، بكل تأكيد سوف يبدأ العمل الحثيث لدى السيد رئيس الحكومة من أجل تشكيل فريقه الوزاري. بكل تأكيد سوف تبدأ المشاورات من أجل تقديم الفريق الوزاري الذي مناط به مع رئيس الحكومة
التجهيز للانتخابات وفقا لخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي دسترها اليوم بإجراء للإعلان الدستوري أو التعديل الدستوري 12 للإعلان الدستوري. فبالتالي مهام الحكومة تجهيز الانتخابات وفقا لهذه الخارطة وأيضا العمل على الملفات الملحة الخاصة بالخدمات للمواطنين والالتزام بخارطة الطريق فيما يخص مسألة الانتخابات القادمة بمشيئة الله. هذا وصوت مجلس النواب على تعديل دستوري جديد خلال جلسة عقدت اليوم في مدينة طبرق. ونص التعديل الدستوري 12 على تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والذين بالتساوي عن الأقاليم الثلاثة، ويجري اختيارها مناصفة بين المجلسين النواب والأعلى للدولة. ونص التعديل الدستوري على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتصحيح وضعها القانوني لتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة. أغلبية مطلقة، أغلبية مطلقة. بالتصفيق يسدل الستار هنا على الخطوة الأولى من المسار الدستوري لخارطة الطريق. تصويت بالأغلبية من النواب على التعديل 12 للإعلان الدستوري. مجلس النواب والأعلى للدولة، أهو التوافق الدائم على مستقبل العملية السياسية أم هدنة طارئة لمعركة مؤجلة؟ لعبة الكبار من خلاف حول قوانين الانتخابات إلى توافق مشروط باستبدال الحكومة المغضوب عليها. في تفاصيل التوافق المفترض ما يبدو كأنها تشققات وخلافات تنذر بالعودة إلى الثابت في المواجهة. ما قبل تصويت اليوم تضارب بين المجلسين حول التوافق على الصيغة الدستورية المعدلة. تأكيد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحك توصل المجلسين إلى اتفاق نهائي بشأن الصيغة الدستورية المعدلة لم يدم إلا ساعات. نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر التوصل إلى اتفاق نهائي. النفي الذي لم يدم هو الآخر إلا ساعات قبل أن يعتمد مجلس النواب الصيغة المعدلة، اعتماد أثار جدلا داخل المجلس. صوتوا عليه النواب، صوتوا عليه، شكرا الله. أقعد مكانك. من المفترض أن يسير المجلسان في خارطة طريق بأربعة مسارات: دستوري وتنفيذي وأمني وآخر للمصالحة. بالاتفاق الظاهر الآن على المسار الدستوري ينتقل المجلسان إلى المسار التنفيذي المقصود به هو تغيير الحكومة. الرغبة في التغيير من المجلسين لا تخرج عن غاية واحدة بالنسبة للحكومة. واليوم من يسمونهم بالعسكر والإخوان يعملون بقلب رجل واحد لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم. كرر رئيس الحكومة التأكيد على عدم تسليم السلطة إلا للحكومة المنتخبة. لا أحد هنا يأخذ إصرار دبيبة على البقاء على المحمل الجد. خلينا نحسب هذا الأمر، اللي موافق على أن فتحي باشا هو اللي يرشح لرئاسة مجلس الوزراء يرفع يده. إجماع واضح، مبروك. ما بعد اختيار الحكومة الجديدة اليوم من المقرر أن يمنح النواب الثقة لها في جلسة الاثنين المقبل. أيام ساخنة مليئة بالمفاجآت المصلحية والسياسية، عن رغبة في المضي نحو مرحلة جديدة بحكومة أخرى يتحدث المجلسان، والحديث المعلن يسبقه تأكيد توافق هش محمل بخلافات الأمس.
هذا وقدم نحو 50 عضوا من أعضاء مجلس الدولة تزكيتهم لتولي فتح بشاغة رئاسة الحكومة. ومن جهته نفى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي تصويتهم على تزكية المرشح فتحي بشاغة لرئاسة الحكومة. وأضاف حويلي للأحرار أن مجلس الدولة لم يجتمع بعد بخصوص قرار تزكية أحد المترشحين، مشيرا إلى عزم المجلس عقد جلسة طارئة لهذا السبب السبت القادم. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن الباحث السياسي محمد تتوش. أهلا بك سيد تتوش، يعني كيف يمكن تفسير هذا الموقف الأممي واستمرار اعترافها بأدبيب رئيسا للحكومة؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد أن البعثة تحاول أن تنتظر وترى ما ستجري عليه الأمور في طرابلس، وما إذا كان سيتمكن فتحي بشاغة فعليا من يعني العمل من طرابلس أم لا، وهي بالتالي تنتظر طريقة عمل التحالفات مع المجموعات المسلحة في طرابلس، وهي يعني تحالفات لا يمكن توقعها بسهولة، إذ يمكن تتغير التحالفات بسهولة كبيرة جدا. وبالتالي أعتقد أن البعثة سوف تعترف بالحكومة الجديدة فور أن يتمكن فتحي بشاغة من ممارسة مهامه من طرابلس. وربما إذا تابعنا يعني بعض التصريحات من بعض الأعضاء من الأمم المتحدة أو حتى البعثة، فهي ذكرت أنها تعترف بحكومة دبيبة حتى الآن، أو بدبيبة رئيسة لحكومة الوحدة الوطنية حتى الآن، وهي تستمر في التدقيق والبحث فيما يجري حاليا قبل أن تقوم بتصريح نهائي أو إصدار موقف نهائي بالخصوص. وهذه طبيعة الأمور يعني في البعثة. يعني نفهم من حديثك أنه التفاعل الداخلي مع هذه الحكومة الجديدة قد يجعل الأمم المتحدة تقبل بها أو لا؟ بطبيعة الحال هذا مؤكد جدا. هذه طريقة العمل البعثة يعني من سنوات طويلة، هي تعترف بمن لديه القوة على الأرض. وحقيقة عدم وجود رئيس للبعثة حتى الآن حتى ربما يكون أمرا آخر له صلة بعدم قدرة البعثة على إصدار يعني تصريحات نهائية. إذ ما هي الصفة التي مثلا ستصدر بها ستيفاني ويليامز موقفها عدا عن كونها مستشارة؟ فهي ليست رئيسة للبعثة بشكل رسمي حتى الآن. وبالتالي أعتقد أن هذا ربما يكون مفيد وغير مفيد من جهة للبعثة في تفسير مواقفها، إذ يمكن أن تعين مبعوثا في أي لحظة، ويمكن المبعوث الجديد أن يتخذ موقف جديد بخصوص حكومة بشاغة إذا تمكن من السيطرة فعليا على الأرض. لكن أن يخرج المتحدث باسم الأمم المتحدة ويقول نحن لا نعترف بهذه الحكومة الجديدة، أليست هذه الخطوة في حد ذاتها ستؤزم الوضع أكثر مما هو عليه برأيك؟ أعتقد أن البعثة الآن هي أبعد ما يمكن عن التأثير بشكل كبير. هو ربما يؤزم الموقف من ناحية أنه يعطي ثقة أكبر لعبد الحميد بيبة للتمسك بالسلطة وعدم التسليم، وهو موقف سبق أن عبر عنه يعني أكثر من مرة، وربما كان آخرها اليومين الماضيين. ولكن على الأرض يعني إذا تمكن فتحي بشاغة من خلال تحالفات معينة من السيطرة فعليا وممارسة مهامه من طرابلس، أعتقد أن موقف البعثة سيتغير بشكل منطقي وسريع. يعني بالنسبة للمواقف الدولية حتى الآن لم نرى سوى الموقف المصري الذي رحب بهذه الخطوة، لماذا يعني قبل أن نناقش الموقف المصري لماذا هذا التأخر في ردود الفعل الدولية؟ أعتقد أنه منذ الفترة الماضية كانت هناك يعني تصريحات متباينة لعدة دول بخصوص أنهم قلقون مما يجري في ليبيا، وقلقون من إمكانية أن يتسبب التوجه الجديد لمجلس النواب في اختيار حكومة جديدة في إحداث انقسام سياسي جديد، أو ربما حتى يعني عمليات مسلحة سواء كانت محدودة أو شاملة. وبالتالي الآن أعتقد أن جميع الدول هي في موقف مترقب حتى الآن، إذ يجب أن ننتبه إلى أن إمكانية الدول المختلفة لإصدار مواقفها بخصوص ما يحدث في ليبيا تعتمد على عدة عوامل، من بينها أنها يجب أن تنظر فيما إذا كان هذه الإجراءات كانت دستورية أم لا بالدرجة الأولى، ومدى قانونيتها بالدرجة الأولى، وأيضا المواقف على الأرض. هي يجب أن ترى ما إذا كانت مواقفها ستؤثر على موضع بلدانها في المستقبل وموضع علاقتها مع ليبيا، خاصة إذا لنفترض مثلا أن حكومة بشاغة تمكنت من العمل فعليا من طرابلس وأصدرت موقف مثلا مستعجل من
من الحكومه برفضها وبرفض اي تحرك من تحركات مجلس النواب، فهي بهذه الطريقه تخاطر حقيقه بموقف بلدها وتاثيرها في الوضع الليبي. فاعتقد ان هذا الوضع مفهوم في ظل ضبابيه الوضع على الارض، لان لا احد يعلم حقيقه كيف تتحرك التحالفات في طرابلس والمنطقه طيب الغربيه. طيب اذا كان هذا الموضوع مفهوم، طيب لماذا لم تتريث مصر ايضا؟ لماذا اعلنت عن ترحيبها بهذه الخطوه على الرغم من يعني ما رايناه من دجاريك وعدم اعترافه بهذه الحكومه الجديده؟ اعتقد ان مصر هي في الاساس كانت راعيه للتحالف ما بين بشاغه وحفتر منذ فتره طويله، يعني احنا نتحدث عن اول تسريبات عن لقاءات ما بين حفتر وبشاغه يعني كان في سبتمبر الماضي، وكان هناك حديث عن انها جرت في القاهره، وبالتالي بطريقة ما يمكن فهم التوجه المصري، رغم حقيقة المحاولات الكبيرة التي قام بها عبد الحميد بيبة لاستمالة الجانب المصري، سواء من خلال تفعيل لجنة ليبية المصرية المشتركة وإعطاء الكثير من العقود للجانب المصري، ولكن يبدو أن الجانب المصري يضع في أولوياته علاقته بالمعسكر الشرقي وبخليفة حفتر كأولوية وأهمية بالنسبة له أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي يرى في حتى التحالف ما بين بشاغة وحفتر هو أيضا وضع قدم أكبر في المنطقة الغربية، ليس فقط من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية كما كان يحاول زبيدر، أيضا من نواحي عسكرية واستخباراتية بحتة، وبالتالي أعتقد أن مصر سارعت للاعتراف بالحكومة الجديدة وسارعت للاعتراف والترحيب بموقف مجلس النواب، لأنها كانت راعية منذ الأساس منذ البداية للتحالف ما بين بشاغة و عقيلة صالح وحفتر، على الأقل حسب المعلومات الموجودة لدينا. وأعتقد أن مصر تدرك أيضا أن البعثة ستكون رهن الأمر الواقع في أي لحظة ممكن، وتعرف جيدا أن مواقف البعثة ومواقف الأمم المتحدة ستتغير، يمكن أن تتغير في أي لحظة. هل تتوقع أن تنضم قريبا دول أخرى لهذا الموقف المصري؟ حقيقة أن ربما نرى الدول القريبة التي كانت سابقا كانت مواقفها قريبة من الموقف المصري فيما يتعلق بالملف الليبي، خاصة الأردن والإمارات وبعض الدول الأخرى والسعودية بكل تأكيد، أن تسارع في بالاعتراف بالحكومة الجديدة أو بقرارات مجلس النواب، ولكن أعتقد بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ستظل مترقبة وتنتظر حقيقة ما سيصل إليها، سواء من معلومات استخباراتية أو حتى معلومات رسمية على الأرض ومن خلال التحركات الواضحة على الأرض، وما إذا كانت إمكانية بشاغة في أن يسيطر أن يمارس مهامها من طرابلس، سواء من خلال فرض نفسه بالقوة أو حتى من خلال تسليم عبد الحميد بيبة لمهامه بهدوء إذا ما رأى أنه لا يستطيع مقاومة عمل فتح بشاغة من طرابلس. الباحث السياسي سيد محمد تتوش، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. ومعي عبر الهاتف من باريس أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي صلاح القادري. سيد القادري، بداية كيف قرأت هذا الموقف للأمم المتحدة حتى هذه اللحظة بالنسبة لحكومة بشاغ شاغير؟ عفوا، مساء الخير سيد الكريم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أظن أن موقف الأمم المتحدة هو موقف طبيعي الآن، يعني لا يمكن لممثل الأمم المتحدة أن يتكلم على أنه وافق على قرار أحادي من طرف مجلس النواب، والذي يتعارض أساسا مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي. نحن نعلم على أن دبيبة وحكومة التي كانت في الأصل هي حكومة وحدة وطنية، وكانت حكومة تنهي الانقسام وتفرض قوتها وسيادتها على كل التراب الليبي. بالأخير هذه الحكومة رفض حفتر وعقيلة صالح وحلفاء أن تكون حكومة وطنية حقيقة وأن تفرض هذه السيادة. إذا من الطبيعي جدا أن لا يعترف ممثل الناطق الرسمي الناطق باسم الأمم المتحدة أن لا يعترف بهذه الحكومة الجديدة، لأن إذا قبل بذلك فهو يتعارض مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي والذي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة المبعوثة الأممية آنذاك سيدة ستيفان ويليامز. نعم سيد صلاح القادري، لا أستمع إليك جيدا، ولكن إذا من خلال هذا الموقف هل تعتقد أنه لربما سنرى مواقف جديدة تنضم إلى الموقف المصري بدعمه لحكومة بشاغة الجديدة؟
لا أظن ذلك، يعني ما عدا الدول التي كانت من البداية حتى من وقت الهجوم على طرابلس والتي هي نفس المواقف منذ سنة 2014 وهي المتعلقة بالموقف المصري السعودي الإماراتي الأردني. خلاف هذه الدول لا أظن، حتى روسيا لا أظن أنها ستبدي موافقتها على هذه الحكومة على الأقل من الناحية الرسمية، لأنها بهذه الطريقة هي تعطيها يعني كأنها تدخل في تعمق، تظهر على أن الدبلوماسية الروسية تعمق الانقسام في المشهد السياسي الليبي. أظن أنه في الفترة الأيام القادمة إذا كانت هناك مواقف داعمة لن تتجاوز المعسكر العربي التي هي الدول الخليجية بالإضافة إلى أردن ومصر الداعمة أساساً والذي مواقفها لن تتغير. لكن يبقى حتى إن لم تكن هذه الدول لديها مؤثر، لكن على الأقل هي نجحت وكان رأس الحربة في هذا التحرك، رأس الحربة هو النظام المصري والذي حقيقة نجح في التنسيق بين بشاغة وبين كذلك العقيلة صالح وحفتر، وبالتالي قام بعملية شق للصف الذي هو كان في طرابلس، وبالتالي الآن يضع حقيقة المعسكر الشرقي أو طرابلس وكذلك ما نسميه في فترة سابقة جبهة حكومة الوفاق، الآن وضعها في محك حقيقي، وعلى أنها الآن ستحدث أزمة حقيقية. إما أنه هذه الأزمة أن ينضم بشاغة إلى المعسكر الشرقي أو أنه يستطيع حقيقة أن يقسم المنطقة الغربية وتحدث صراعات حقيقية، أتمنى أن تبقى على المستوى السياسي وأن لا تتحول إلى صراعات عسكرية، لأن بشاغة حتى يستطيع أن يقف أن يصبح صاحب الأمر الواقع في ليبيا يجب عليه أن يحصل على دعم على الأقل الجماعات يعني القوة العسكرية الموجودة في طرابلس، إذا وقفت معه فبالتالي تعطيه قوة كبيرة بالإضافة إلى الأطراف السياسية. أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي صلاح القاضي، شكرا جزيلا لك ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. هذا وقد أثارت خطوة البرلمان الأخيرة تساؤلات عدة حول وضع الدستور وموقف الهيئة التأسيسية عقب تشكيل مجلس النواب للجنة من 24 عضوا لتعديل مسودة لجنة 60. وكان أبرز هذه التساؤلات هو المآلات التي ستطرأ على مشروع الدستور. إذن للحديث عن رد الهيئة التأسيسية ومصير مشروع الدستور ينضم إلينا عبر الهاتف من طبرق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أهلا بك معنا. ما هو رد الهيئة التأسيسية حتى هذه اللحظة؟ الهيئة التأسيسية طبعا كانت عندها اجتماع بالأمس في مدينة طرابلس وأصدرت بيان يؤكد على تمسك الهيئة بالمسار الدستوري وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري، ويؤكد على ضرورة احترام رأس الليبيين الذين انتخبوا هذه الهيئة وفوضوها لإعداد مشروع للدستور دون تحقيب دون وصاية من أطراف سياسية أو من أي جهة أخرى، سواء كانت أطراف سياسية أو أطراف دولية. الملاحظ الآن أن الهيئة عندما شكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق استبشرت خيرا وقالت أن هذه اللجنة تسعى لإكمال المسار التأسيسي لإنجاح الانتخابات، لكن فوجئت لجنة التواصل عند تواصلها مع لجنة خارطة الطريق بأن هذه اللجنة ترغب في فتح مشروع الدستور دون أي مرتكزات دون أي نقاط محددة، هي ترغب في الفتح فقط، ولذلك رفضت الهيئة أن تتناهى مع هذا المطلب وابتعدت وأكدت على ضرورة إكمال المسار الدستوري. ما حدث الآن يؤكد ما كانت تخشى منه الهيئة، أن الغاية من هذه النقطة هو تمنيع المسار وبالتالي ضياع الانتخابات، لأن هذه اللجنة التي ستشكل من الخبراء والمختصين كما ورد في ما يسمى بتعديل الإعلان الدستوري 12 هي لجنة غير معروف ما هي النقاط التي ستحددها، من سيحدد هذه النقاط الخلافية، من سيحدد هذه التعديلات، وهل يمكن أن تكون هذه اللجنة أقوى مشروعية أو من هيئة تأسيسية منتخبة؟ لا نعرف كيف سيكون تأثير مجلس النواب والدولة على هذه اللجنة، وهل ستكون التوافقات لها مرجعية
داخل مجلس النواب والدولة، هذا من ناحية موضوعية. من ناحية أخرى الإجراءات التي تم بها تعديل الإعلان الدستوري هي إجراءات غير صحيحة بالمطلق، تتنافى مع نصوص الإعلان الدستوري وما نصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد على ضرورة التوافق. ما يثير الريبة للأسف هنا في هذا الموضوع هو التناهي الواضح والفاضح لمجلس الدولة مع العبث الذي يقوم به مجلس النواب، وهو كان من قبل هو كان معول عليه في كبح جماح مجلس النواب، لكن للأسف يبدو أنها فترة السلطة والرغبة في الاستمرار والبقاء هو ما دفع مجلس الدولة لأن لا يبدي ردود أفعال حول كل تصريحات السيد رئيس مجلس النواب بخصوص تشكيل لجنة غير لجنة الهيئة التأسيسية، بخصوص فتح مشروع الدستور، بخصوص إدخال أشخاص غير منتخبين لتعديل مشروع من هيئة منتخبة منذ 4 سنوات. طيب إذن هذا التوافق بين الجسمين، بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومع هذا القرار الجديد أو هذا القانون الجديد، كيف ما الخطوات التي يمكن لكم اتخاذها لقاء ذلك؟ لا طبعا لن تعترف بالمهزلة التي حدثت اليوم في مجلس النواب لأنها غير قانونية وغير صحيحة، هذه من ناحية. من ناحية أخرى تستمر الهيئة لأنها الجسم الشرعي الوحيد التأسيسي الذي له الاختصاص في إكمال المسار الدستوري، وبأن لا يمكن لأي طرف أو جهة محلية أو دولية المساس بالمركز القانوني للهيئة أو المساس بهذا المشروع المنجز، إضافة لأن الهيئة ستلجأ إلى كل الطرق القانونية وغير القانونية للدفاع عن هذا المشروع لأنه دفاع في النهاية عن إرادة الليبيين، ولن تخضع لكل هذه الضغوطات التي حاولت أن تقحم الهيئة في فتح مشروع الدستور والتمطيط وغيرها، لأن أعضاء الهيئة التأسيسية لا يرغبون في الاستمرار في البقاء ولا في التمطيط، يرغبون في إكمال المسار الدستوري وإنجاز مهمتهم. عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران، شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعرض موكب رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لاعتداء مسلح في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، معبرة عن استنكارها لهذا الاعتداء. وأضافت الداخلية أن ما حدث يقوض العملية السياسية، مؤكدة أنها باشرت التحقيق في الواقع للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. عند الساعة 12:55 بعد منتصف الليل، تعرض موكب السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لاعتداء مسلح بمنطقة سوق الجمعة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع تويوتا كامري بدون لوحات معدنية دون حدوث أي أضرار بشرية، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية بميدان الشهداء حول مجريات الأحداث السياسية في البلاد. إنما حدث يزعزع الأمن ويقوض العملية السياسية، وليس من مصلحة الليبيين حدوث مثل هذه الاعتداءات وخصوصا في هذه المرحلة. وزارة الداخلية تدين وتستنكر هذا العمل الإجرامي، حيث باشرنا التحقيق في الواقعة بإشراف السيد المحامي العام، وسيتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. أكدت لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي الدولة والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، أكدت أن النشاط الإرهابي في ليبيا تراجع مع فشل التنظيم في جذب مجندين جدد والسيطرة على الأراضي. أضافت اللجنة في تقرير لها أن معقل تنظيم القاعدة في ليبيا يقع في أبار وغات، ويحصل على دعم اللوجستيين من مناطق بعيدة مثل شمال مالي، مؤكدة تمركز عدد منهم في مناطق بين سبها ومرزق وأم الأرانب. تقرير أممي جديد يبين تراجعا كبيرا لقوة تنظيم الدولة في ليبيا، كما يكشف معلومات عن أعداد عناصره وأماكن تمركزهم في المنطقة الجنوبية. التقرير كشفت عنه لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي الدولة والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات،
أكد أن هذا التراجع للنشاط الإرهابي تزامن مع فشل التنظيم في جذب مجندين جدد والسيطرة على الأراضي. 50 مقاتلا هو عدد مقاتلي التنظيم وفق ما أكدته اللجنة، التي بيّنت أنه رغم ضعف نشاطه إلا أنه يحتفظ ببعض القدرات العملياتية، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم صفوفه. وعن المدن والمناطق التي يوجد فيها تنظيم القاعدة في ليبيا ومصدر الدعم، قال التقرير إن ماقل التنظيم يقع في أباري وغات، مؤكدا تمركز عدد منهم في مناطق بين سبها ومرزق وأملرانب، كما أنه يحصل على دعم لوجستي من مناطق بعيدة مثل شمال مالي. وبحسب اللجنة أكدت وجود مخابئ لهذا التنظيم على مشارف أباري استخدمتها الجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة الساحل، كما يوجد طريقان يستخدمهما هؤلاء يمران عبر منطقة الحدود الثلاثية بين الجزائر وليبيا والنيجر. خسائر لحقت بالتنظيم أشار إليها التقرير عقب التعرف مؤخرا على 30 مقاتلا أثناء القبض عليهم، وهم من إريتريا وغانا وكينيا ومالي ونيجيريا، إضافة إلى النيجر والسنغال والسودان، دون أن يكشف عن تاريخ اعتقالهم أو الجهة التي اعتقلتهم، مبينا أن مقتل عدنان الوليد الصحراوي منعت الجماعة من السعي إلى تحقيق أهداف أكثر طموحا، بما في ذلك مساعدة الفروع الأخرى للتنظيم في المنطقة. آخر العمليات العسكرية التي قام بها تنظيم الدولة في ليبيا يشير إلى انحصار نشاطه في المنطقة الجنوبية، وهذا يتوافق مع التقرير الأممي. آخرها كانت الاشتباكات التي دارت بينه وبين قوة حفتر في منطقة الجترون قبل أكثر من 2 أسبوع، والتي أدت إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم. الآن مشاهدينا إلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل محمد اليونسي. إليك. شكرا لك. أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق الكبير بطرابلس منصة التجارة الإلكترونية، وأوضح الكبير في كلمته الافتتاحية أن المنصة تعتبر إحدى استراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكترونية، مشيرا إلى أن المنصة تعتبر وسيلة أساسية في إتمام عملية الشراء إلكترونيا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني. اتفق جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع ائتلاف الشركات المصرية على صيانة وتوسيع طريق جدابية جالو بطول 252 كيلومتر. وقال الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن توقيع العقد جاء بعد إتمام إجراءات المصادقة عليه من ديوان المحاسبة، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أن هذا الطريق هو المسلك الرئيسي الذي يربط مدن الواحات بالشمال الشرقي، إضافة إلى جزء من الطريق المؤدي إلى مدينة الكفرة بالجنوب الغربي. شرعت بلدية أباري قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة في تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب في مختلف المحلات التابعة للبلدية، والتي عانت لفترات طويلة أزمات نقص وانعدام المياه النظيفة والصالحة للشرب. المزيد في التقرير التالي. قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة، شرعت بلدية أباري في تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب في مختلف المحلات التابعة للبلدية، والتي عانت لفترات طويلة أزمات نقص وانعدام المياه النظيفة والصالحة للشرب. بالنسبة نحن تعبنا من قلة المياه، واليوم الحمد لله بالنسبة لإنشاء هذا الجديد البلدية حصلنا مياه، فرحانين بكل. ونحن كنا تعبنا من 95 البلدية، بالنسبة للبلدية هذه مياه نعانوا في المياه. قداش متر يعني نشروا في لفات الطب ب 90 دينار نركبوا وسماه كله يهردوا فيهم الشباب الصغار، ونحن تعبنا تبي الحق يعني، بس الحمد لله اليوم فرحانين بكل. ولكن عندنا بعض الملاحظات نبي ننوع عليها، والبدات اللي
أصحاب الشركات اللي متعاقد معهم في تطبيق المواصفات اللي موجودة في الكراسة بدقة، حتى نتمكن أن هالمواسير أو هالخطوط تبقى لفترة طويلة من الزمن وما تبقاش فيها خلل في الأيام الجاية. عدد المشاريع المتعاقد عليها بلغت 17 مشروعاً بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز 1.5 مليون دينار، وزعت على الأحياء السكنية التي يعاني سكانها انعدام المياه الصالحة للشرب. مشروع مسافة 950 متر كيلو إلى 500 متر، ويأتي من ضمن المشاريع تم تعاقد عليها البلدية لحل مختنقات المياه في بلدية أباري لما تعانيه المنطقة ويعانيه السكان من انقطاع المياه خاصة يعني في فصل الصيف. يأتي تنفيذ هذه المشاريع التنموية ضمن خطة المجلس البلدي أباري لحل كافة المختنقات المتعلقة بأزمة نقص مياه الشرب، إلى جانب التغلب على ظاهرة مياه الصرف الصحي التي تعاني منها البلدية لسنوات طويلة. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع مؤسسة سونتراك الجزائرية على اتفاقية تفاهم تعود بموجبها سونتراك لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة وتطوير الحقول المكتشفة. وأوضح صنع الله أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة للشركة الجزائرية، مضيفا أن الوطنية للنفط تعول على الخبرات الجزائرية وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات. سيتم بدا التطبيق الفوري لاتفاقية التفاهم اللي وقعناها منذ دقائق. تم مناقشة كثير من الامور التفصيليه ما يتعلق بزي ما تفضل السيد مدير الرئيس ومدير العام شركة سونتراك الى عوده شركه سونتراك الى قطاعها الاستكشافيه باذن الله تعالى في حوض غدامس. قال وزير النفط والغاز محمد عون إنهم يستهدفون رفع الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2022 و23. أضاف عون في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن المستهدف في الخطة أن نرفع الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن لدى ليبيا عدة استكشافات نفطية وغازية وأن هناك حاجة لتطوير الاستكشافات الغازية بأقصى سرعة. يشار إلى أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا. هذا وقال وزير النفط أن شركة غاز بروم الروسية غير قادرة على استكمال عمليات الاستكشاف والحفر والتطوير في الحقل البحري التابع لها بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على توريد معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر. وأضاف عون في تصريحات لوكالة نوف سيتي الروسية أن ليبيا ليس لديها القدرة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير في حالة حدوث أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي تم تصديرها سابقا عبر خط جرين ستريم إلى إيطاليا تستخدم الآن لاحتياجات محطات الطاقة والمنشآت الأخرى في ليبيا. نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين آزم وخديجة. شكرا محمد. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفاة 11 شخصا وإصابة أكثر من 3770 آخرين، إلى جانب تعافي قرابة 3000 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. المركز أوضح في تحديثه اليومي للوباء أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 37% من إجمالي العينات المستلبة، مشيرا إلى أن إجمالي متلقي الجرعة الأولى بلغ أكثر من 1,083,000 شخص، في حين بلغ عدد من تلقوا الثانية أكثر من 1,035,000 شخص، أما من تلقوا الجرعة التعزيزية فتجاوزوا 39,000. الآن مشاهدينا جولتنا الرياضية مع الزميل مازن جبيلكم. شكرا لكما.
جولة في جديد وآخر الأخبار الرياضية، أهلا بكم. استعاد المنتخب الوطني لكرة السلة توازنه في البطولة العربية بالفوز على نظيره الإماراتي مستضيف البطولة ب93 نقطة مقابل 74. منتخبنا كان الطرف الأفضل في المباراة ونجح في تقديم مستوى مماثل لما قدمه في المباراة الأولى التي خسرها أمام تونس بفارق نقطة، ليستعيد بالتالي حظوظه في تجاوز دور المجموعات، إذ سيقابل المنتخب الأردني السبت لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور. تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزا في تصنيف الفيفا الصادر في هذه الأيام ليصبح في المركز 118 عالميا. تصنيف شهر فبراير شهد تراجع منتخبنا خطوة للوراء ليصبح 29 أفريقيا والسادس عشر على المستوى العربي. جاء هذا بعد أن خاض المنتخب مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي أمام الكويت، إذ خسر اللقاء الأول بثنائية قبل أن يفوز في المباراة الثانية بذات النتيجة. إلى أخبار الدوري الممتاز، إذ عزز الأهلي بنغازي من صدارته للمجموعة الأولى بتفوقه على خليج سرت بربعية لحساب الجولة العاشرة من المسابقة التي شهدت تفوق التعاون على الهلال بهدف نظيف. الأهلي بنغازي وصل بعد هذا الفوز للنقطة 30 واحدا في الصدارة وبالعلامة الكاملة، بينما تعقدت وضعية خليج سرت في المركز الأخير بتجمد رصيده عند 30 نقاط. وبفوزه على الهلال وصل التعاون للنقطة 14 في المركز الخامس، بينما بقي الهلال رابعا ولديه 15 نقطة. وتستكمل الجمعة مباريات الأسبوع العاشر للمجموعة الأولى بلقائي الأخضر والتحدي والنصر وضيفه دارنس. فريق الأخضر يواجه التحدي وعينه على البقاء قريبا من الصدارة، بينما يأمل التحدي للارتقاء في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر. وفي مباراة أخرى يلتقي النصر بدارنس بأمل عدم تضييع أي نقطة للبقاء بين الفرق المنافسة على بطاقات التأهل للمرحلة النهائية، فيما يتطلع دارنس العودة ولو بنقطة من ملعب بنينة لتحسين وضعيته بجدول الترتيب. أما مباريات الجولة العاشرة لفرق المجموعة الثانية فتنطلق السبت بمباراتين بين المدينة والخمس في اللقاء الأول والمحلة ومستضيفه الأولمبي في المواجهة الثانية. قمة مباريات الأسبوع سيحتضنها ملعب مصراتة بين السواحلي والاتحاد المصراتي في ديربي المدينة مساء الأحد، بينما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الاتحاد وأبو سليم والشط والأهلي لارتباط الأهلي والاتحاد بالمشاركة في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية. أخيرا تأهل بالأشهر لدور 64 من كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على نجوم قرقارش بهدفين لهدف. المباراة التي أقيمت على ملعب نادي أبو سليم شهدت تقدم أبناء تاجورا عبر أحمد دبرة من علامة الجزاء قبل أن يضيف بالأشهر الهدف الثاني عن طريق النيجيري تومبسون، فيما سجل نجوم قرقارش هدفه الوحيد في آخر أنفاس شوط المباراة الأول. وصلنا مشاهدينا لختام جولتنا الرياضية المحلية من جديد، آزم وخديجة إليكما. شكرا لك آزم. اختتم بقاعة كلية القانون في مدينة ترهون المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان تعليم العالي بين البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع. نعم، وكان ذلك بإشراف كلية التربية بجامعة الزيتونة وبمشاركة باحثين من جامعات محلية
ودولية. هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف تحسين الإنتاج البحثي والأداء التدريسي في الجامعات الليبية. نتابع. على مدار يومين متتاليين شهدت جامعة الزيتونة في مدينة ترهونة انعقاد جلسات المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان التعليم العالي بين البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع. المؤتمر أشرفت على تنظيمه كلية التربية بجامعة الزيتونة، وشارك فيه أساتذة وباحثون من جامعات محلية ودولية. هذا المؤتمر ذو أهمية عالية لما يحويه من أهداف نسعى نحن كمسؤولين في العملية التعليمية على تحقيقها، وهي مدخلات على مستوى عالي من التعليم ومخرجات أيضا قوية تأتي إلى الجامعة. 25 ورقة بحثية عرضت خلال المؤتمر، تناول الباحثون فيها إسهامات البحث العلمي في تطوير العملية التعليمية ومخرجات التعليم العالي ومدى تأثيرها في المجتمع ووفائها بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة واقع التعليم العالي والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم في ليبيا. الجامعات الليبية تتطلب تطوير أنفسها وخاصة في جانب الأقسام العلمية، لأن لها دور في إنجاح العملية التعليمية داخل الكلية وداخل الجامعة. فعملية التطوير بصفة عامة تتطلب متابعة، وخاصة من خلال نتائج البحث التي توصلنا إليها. وفي ختام جلسات المؤتمر تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، كان من بينها الدعوة إلى تبني إنتاج المعرفة النظرية والتطبيقية ومواكبة مستجدات العصر من خلال تطوير المناهج التعليمية وربطها بالجديد في المؤسسات التعليمية العالمية وتوفير البيئة الأكاديمية الداعمة للابتكار والبحث العلمي. من بين أهم أهداف هذا المؤتمر العلمي هي دراسة مدى علاقة البحث العلمي بالتدريس وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين جودة التعليم وتصنيف الجامعات الليبية. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، ترهونة. اختتمت بمدينة الزاوية مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة 20 كلية تابعة لجامعة الزاوية. وشارك في المسابقة 65 مشاركا للتنافس في حفظ 3 مستويات. من ضمن الخارطة المرسومة من قبل إدارة النشاط، وهي خارطة الأنشطة الرياضية والثقافية، نلتقي اليوم في أول منشط للإدارة، وهو منشط القرآن الكريم لكليات جامعة الزاوية. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إذن نترككم مع أهم ملفات الليلة مع علي نشوان، فإلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن في حوارية الليلة بعد قليل، بعد اختيار النواب لفتح باشاغة، أحمد المسماري الناطق باسم حفتر يعلن تأييدهم لخطوة مجلس النواب بتكليف فتح باشاغة رئيسا للحكومة، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة تتابع الأحداث في ليبيا وتعتقد أن عبد الحميد دبيبة هو رئيس الحكومة. تطورات متسارعة نناقشها بعد فاصل قصير.